السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين جايبه لكم النهارده بحر بورسعيد، علشان كان في ضجه كبيره جدا جدا اغلاق بحر بورسعيد، وفعلا احنا شايفين الرايه السوداء. فانا جيت بقى نزلت لكم عشان اوريكم الحقيقه ايه بالظبط. فعلا الشاطئ والبحر مقفولين، محدش بينزل الميه، ولا لا الناس بتنزل، ولا ايه الدنيا كلها؟ تعرفين ان انا متعوده معاكم ان انا اجيب لكم كل حاجه على الطبيعه، وانتوا بقى لكم حريه الراي، تختاروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. احنا النهاردة هنشوف حكاية ايه فيضانات تسونامي اللي جاية على بحر بورسعيد، وايه كمان اغلاق القرار باغلاق بحر بورسعيد، وترى في مدن كمان تانية عندها اغلاق زينا للبحر، ولا احنا بس، ولا ايه الحكاية؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة، مصورة لكم كل حاجة على الطبيعة، وانتوا بقى تختاروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. انا اسمي كريمة علي حسن، ودي قناتي. لو انت اول مرة تشوفوا القناة، اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. ويلا بينا. وادي بحر بورسعيد بقى دخلناه علشان نشوف ايه الحكاية، وحكاية الفيضانات وحكاية البراكين وحكاية اغلاق بحر بورسعيد وكل الكلام ده، عشان نشوف ده حقايق ولا مش حقايق، ولا إشاعة ولا إيه، لأن الناس كتير جدا قالت إشاعة وناس كتير قالت حقيقة. فأنا نزلت بقى عشان نسأل الناس ونعرف ده بجد ولا إيه. احنا دلوقتي موجودين خلف نادي الصيد على طول، شايفين البحر فاضي نسبيا، فاضي نسبيا. احنا جماعة في شهر 7، يعني ده الموسم بتاع الصيف، عمر ما كان شهر 7 فاضي كده أبدا. شايفين الشماسي، شايفين الكراسي، احنا اهو ورا نادي الصيد على طول. بوريكم ان ما فين الزحمه بتاعت زمان، او يمكن عشان احنا في نص الاسبوع، هنشوف ده، لسه هنشوفه وهنكتشفه. في ناس داخله اهي الميه بس مش كتير، ناس داخله الميه بس مش كتير، وبرده في الرايه السوداء موجوده على البرج. البرج انت عارفين ان كل مسافه كده في برج للميه، اللي هو برج الانقاذ اللي بيبقى المنقذين واقفين عليه او عنده، وماشيين برده على طول الشاطئ، فهم رافعين الرايه السوداء. معنى الرايه السوداء دي ايه؟ ان لا يعني محدش ينزل الميه، يعني فعلا في اغلاق للشاطئ. بس في فرق بين اغلاق البحر واغلاق الشاطئ. هما مش قافلين الكافيتريات يا جماعه، الكافيتريات مفتوحه عادي جدا، اللي عايز يروح الكافيتريات عادي. بصوا انا مصوره بعد الساعه 6:30 كده، اللي عايز يروح اي كافيتريا، الكافيتريات كلها مفتوحه، روحوا الكافيتريات عادي براحتكم. لكن البحر هم رافعين الرايه السوداء، معنى كده اني بقول لكم ما تنزلوش الميه. طيب في ناس كتير بتقول يعني فعلا البحر متغير عندكم ولا مش متغير، ولا ايه الدنيا؟ ده احنا بقى ماشيين بقى على طول الشاطئ وهنشوف، طول ما احنا ماشيين كده هنشوف في تغيير برضو فعلا ولا مفيش تغيير. اول حاجه انا ملاحظاها، شايفين الابيض ده؟ ده مش اناديل يا جماعه. يعني في ناس كتير سالتني الاناديل اخبارها ايه دلوقتي. معروف جدا الاناديل بتمشي في اخر شهر 7، يعني 25/7 دي تبقى خلاص الاناديل خلاص عماله تهاجر. 1/8 ده بيبقى مفيش ولا انديل في البحر، خلاص بتبقى الميه زي الفل، ما شاء الله مفيش اي حاجه. لكن اللي احنا شايفينه ده، بصوا ده ريم ابيض، ده ريم ابيض، واحنا مش متعودين على عندنا هنا في بحر بورسعيد ان احنا نشوف الريم ده. بس برضه عشان اعرفكم، بصوا في مسافه كبيره جدا رمل اهو، بين الرمل وبين الميه، بصوا مسافه كبيره جدا، معنى كده ان في انحدار للميه فعلا، الميه دخلت جوه فعلا. ده اللي انا ملاحظاه. بصوا يا جماعه الكلمة مسؤولية، ده مسؤولية، اللي أنا بقوله ده بصراحة مسؤولية، فأنا ما أقدرش أقول لكم أبدا أي حاجة وأكون مسؤولة عن أرواح ناس، لأ، أنا هجيب لكم الحقيقة وأنتوا حرين تختاروا اللي أنتوا عايزينه. اللي أنا شايفاه إن فعلا في انحدار للمية، انحصار للمية كمان. يعني أنت عارفين طبعا في ظاهرة المد والجذب دي معروفة جدا طبعا في كل الشواطئ وفي كل البحور، بس شايفاها النهاردة إنها شديدة شوية، شايفة إنها لأ منحدرة لجوه شوية، داخلة لجوه. وبعدين في حاجة بقى ظاهرة غريبة جدا جدا، شايفين أكن المية عملت رصيف سبحان الله على الرمل، يعني المية كانت مغطية ده، شايفين اللي انتوا شايفينه الرصيف ده، أكنه رصيف لكن ده رمل على فكرة، رمل البحر عادي جدا. المية كانت مغطية وفوق أكن الرصيف ده الرمل العالية دي، شايفين؟ فأنا شايفة لأ فعلا في تغير عندنا في البحر. بصوا المسافة قد إيه، دي كلها كانت بحر، دي كلها كانت مية، وانتوا احرار يا جماعه. انا عندي اوريكم الحقيقه وانتوا تشوفوا انتوا عايزين تعملوا، عايزين تيجوا تقعدوا على الشط بس تتفرجوا على الميه تستمتعوا بالميه ماشي، عايزين تيجوا تدخلوا كده في اول الشط براحتكم، القرار قراركم. وزي ما قلت لكم دي مسؤوليه، لا قدر الله البحر غدار وفي ثانيه لا قدر الله بيغدر،
هو ايه كل ده، كل الهوجة دي وكل الضجة دي علشان ايه يا جماعة؟ علشان في حدود ليبيا او على البحر عند ليبيا في بركان، البركان ده ظهر في وسط البحر المتوسط فأثر على شواطئ البحر المتوسط كلها عندنا، وقال لك ان ممكن يبقى فيه زلازل عندنا. فعلا اصبح فيه زلازل دلوقتي، ايه واحد ريختر اتنين ريختر صغيرة جدا. فتحسبا بقى ان لا قدر الله يحصل بقى زي تسونامي او زلزال كبير او حاجة كبيرة، فيضان كبير، قال لك لا، اغلاق الشواطئ، اغلاق البحر، محدش ينزل المية. وشايفين اهو انحدار المياه وانحصار المياه عندنا في بورسعيد، في انحصار وفي انحدار المياه، ده اللي انا شايفاه ملاحظاه صراحه. بس الناس اجت وبتدخل، الناس اللي هي مستمتعه يعني حابه يجي الصيف، الصيف بيقول لك فتره صغيره او دي اجازتنا خلاص، او احنا حجزنا في كذا حاجه وخلاص جينا، فاحنا هنيجي بقى واحنا ونصيبنا واحنا ورزقنا. بس الحمد لله النهارده كانت المياه زي ما انتم شايفين كده، الحمد لله اليوم عدى على خير، ما فيش اي حاجه، لا في حالات غرق ولا في اي حاجه الحمد لله. زي ما انتوا شايفين اهو البحر فاضي جدا، نسبيا نسبيا فاضي جدا بالنسبة للوقت ده من السنة. الشماسة هي زي ما انتوا شايفين برضو مقفولة، كان بتبقى كل ده كان بيبقى ناس. انا جايب لكم المسافة بين المية وبين الرمل قد ايه، كل ده انحصار للمية ودخل الجوه، جايب لكم قد ايه برضو الشاطئ فاضي ما فيهوش ناس كتير. يعني في كل فترة كده كل كام شمسية تلاقي ايه ناس، شوية ناس قاعدين على شمسية ولا اتنين براحتكم. شايفين كل ده الميه عملته، عملت زي ما يكون رصيف على طول الشاطئ اهو، بصوا مصوره لكم في اكتر من مكان، عملت زي ما يكون رصيف كده على طول الشاطئ، الميه كانت مغطيه كل ده. فالقرار قراركم انتوا، احرار مسؤوليه، انتوا عليكم تقرروا انتوا عايزين تيجوا او ما تجوش او تعملوا ايه، دي حاجه براحتكم جدا. بالنسبه لموضوع الاناديل انا رديت عليكم وقلت لكم ان خلاص 25/7 ده بيبقى خلاص لهجره الاناديل، على اول 8 بيبقى البحر ما شاء الله زي الفل، ما فيهوش ولا انديل والميه نظيفه وزي الفل، وتقدري تلعبي وتدخلي ما فيش لا طارس في الميه ولا انديل ولا اي حاجه. بصوا البحر بقى بيبقى فاضي بيبقى جميل ازاي، سبحان الله. بس انا فعلا انا بجد مستغربه للظاهره اللي حاصله دي، ظاهرتين اهو الرصيف الرمل ده، يعني الميه كانت مغطيه كل ده، يعتبر اكن في الرمل عملت رصيف، الميه عملت رصيف من الرمل. وكمان ظاهره الرغاوي دي اللي طالعه اللي ظاهره دي وكانه زبد البحر، بصوا شايفين. القرار ده بقى هيفضل لغايه امتى الله اعلم بصراحه، محدش قال لسه، هو خلاص يعني المحافظ قال اغلاق بحر بورسعيد امبارح والنهارده، امبارح اللي هو كان الاثنين والنهارده الثلاث، لسه بقى لحين اشعار اخر، لسه ما فيش اي حاجه تانية جديده ظهرت. وزي ما قلت لكم ان في العلم الاسود موجود على البرج بتاع الميه بتاع برج الانقاذ، يعني مشيت لكم في اكتر من مكان علشان تشوفوا وتقرروا انتوا براحتكم عايزين تعملوا ايه. تعالوا بورسعيد وشوفوا حاجات تانية كتير، في حمامات سباحة، في اكوا بارك، في اسواق، في اسواق السمك، في اسواق تجاري، في حاجات كتير جدا، في حاجات كتير جدا. وان شاء الله وباذن الله يكون بكرة يطلع قرار ان خلاص مفيش اي حاجة وكل ده خلاص خلص، الظاهرة دي خلصت وخلاص الدنيا امان ومفيش اي حاجة زي الفل. انتوا براحتكم يا جماعة، شايفين بصوا الرصيف عامل ازاي، اكنه رصيف لكن ده رمل، رمل البحر ده، المية كانت مغطية كل ده، تخيلوا. جايبالكوا اهو على طول الشاطئ عشان يبقى انت ليكوا حرية الاختيار، قلتلكوا ده مسؤولية وانا مقدرش اتحمل المسؤولية دي ابدا، انا عليا ان انا اجيب لكوا الحقايق وانت عليكوا انتوا تقرروا عايزين تعملوا ايه. رغم ان احنا في الموسم سبحان الله، وده موسم الناس دي بتسترزق في الفترة دي، هم كلها 3-4 شهور بيسترزقوا فيها، لكن شايفين الدنيا فاضية ازاي، مش عارفة برضو اقول لكم ايه. ربنا يرزقكم، ربنا يفك الكرب، ربنا يعديها على خير ان شاء الله باذن الله ما يحصلش حاجة، وبكرة يطلع قرار خلاص الظاهرة خلصت وما فيش اي حاجة والدنيا امان والدنيا زي الفل. الناس اهي برضو بتتمشى على الشاطئ عادي، احنا قلنا الكافيتريات مفتوحة عادي، البحر بس اللي الرايه السوداء موجوده على برج الانقاذ، انتوا حرين بقى. بس برضو عايزين نقول في العموم ان بحر بورسعيد نظيف جدا، الرمله نظيفه زي ما انا دايما بوريكم، الرمل نظيفه وزي الفل، الحي بعدي مرتين، مره الصبح ومره بالليل، الرمل نظيفه وزي الفل، موريها لكم برضو في كل مره. وبرضو شواطئ بورسعيد كلها تقريبا شاطئ او اتنين او تلاتة بيك كتير، هما بس اللي خاص اللي بتدافع لهم فلوس وانتوا داخلين بس، لكن غير كده شاطئ بورسعيد كله مجانا،
معظمه مجانا يا جماعه، تجيبي اكلك، تجيبي شربك، تجيبي الكولمان، الحله، الاكل بتاعتك، كل حاجه انت عايزاها هتجيبيها. برضو التسألات دي دايما بتجيني، ندفع ايه على شاطئ بحر بورسعيد؟ شاطئ بحر بورسعيد معظمه مجانا، مفيش غير شاطئ او اتنين بس بالكتير هم اللي بفلوس. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، حبيت اوريكم الحقائق كلها، وانتوا عليكم تقرروا انتوا عايزين تعملوا ايه. جايبالكوا الشاطئ من اكتر من مكان علشان تبقوا برضو شايفين الدنيا كلها عاملة ايه. وده كان المكان بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم. السلام عليكم.